ورجعنا لحضراتكم من الفاصل علشان نكمل صنفنا النهارده المبتكر المليء بالبروتينات، الفراخ بالسجق والفاصوليا. دلوقتي الخليط اللي احنا عملناه، الفراخ اللي اتشوحت وسجق، ده ملخص يعني، واللي اتشوح معاهم البصل والثوم والفلفل الالوان الاصفر والاحمر، وحطينا عليهم الصلصه وعصير الطماطم، وتبلناهم الملح والفلفل والبابريكا والكمون، سيبناهم لغايه ما يتسبكوا زي ما حضراتكم شايفين كده. دلوقتي هضيف لهم الشوربه، ده مهم جدا. يعني كده كوبايتين شوربه فراخ مركزه، ولو مفيش ما يعني ما تعطلوش نفسكم، كوبايتين ميه مغليه ومكعبين مرق الدجاج، والدنيا هتمشي وهتبقى زي الفل. هقلب كده تقليبه سريعه. والكلام الجميل ده هيتساب له كده ايه لحد مثلا اخر الفاصل. بعدين الفاصوليا هتاخد لها غلوايه كده معاه بتاع دقيقتين. عاوز اقول لكم بقى على الفاصوليا دي عشان تبقوا فاهمين الموضوع حصل ازاي. دي فاصوليا بيضه، خلاص دي الفاصوليا اللي هنستخدمها في الصنف ده. دي اتنقعت ساعه وبعدين اتسلقت كويس جدا، بس خلاص كده. نخش بقى على الصنف الحلو اللي عندنا النهارده، الفراوله بالكريمه او الفراوله المحشيه كريمه. بصوا بقى، انا طالما يعني خدت البوزيشن ده يبقى هقول كلام في منتهى الاهميه. بصوا، الفراوله دي اتعمل فيها ثلاث حاجات. اول حاجه ان احنا قطعناها من فوق فبقى في طربوش كده، خلاص. تاني حاجه قطعناها من تحت بحيث ان الفراوله تركز على الطبق، يعني تقف على الطبق، تمام. ثالث حاجه ان احنا قورناها. دي حاجات، قطعنا طربوش اللي فوق ده، وقطعنا حته تحت مستوي عشان الفراوله تركز، وقورنا الفراوله. دلوقتي بقى ايه، هنبدا بقى نلعب الالعاب الشريره الخطره اللي عندنا. هنجيب الطبق اللي هنقدم فيه على طول. انا بحب قوي يعني الفراوله فيها اخضر، فحبيت ان يبقى الطبق كمان لونه اخضر. وهنبدا ايه، هشيل الطرابيش دي كده على جنب، يعني اوانها هيجي. وطبعا مش محتاج اوصيكم ان نختار للصنف ده الفراوله الكبيره وتكون ماسكه نفسها علشان نقدر نحشيها ويبقى شكلها ظريف في الطبق. شفتوا بقى هي واقفه ازاي في الطبق؟ عرفتوا النظريه اللي انا قصدها؟ كده. انا اخلي الاحجام المتقاربه جنب بعض، والصغير ده ممكن نخليه في النص. طبعا يعني كل واحد في التذويق وذوقه بقى، دي حاجات كده بترجع لكم. دي ايه، مش ركزت اهي. متهيألي هيبقى صنف مختلف وصنف جديد، عشان لو عندنا ضيوف هتبقى حاجة ظريفة ان احنا نقدم لهم صنف بالشكل ده. اعمل كده. وفي عندي الكبار دول ممكن نخليهم كده في النص، يعني كده. ونبدأ نشوف بقى نلعب الألعاب الشريرة الخطرة. طبعا أنا عندي بقى هنا الفاصوليا بالفراخ والسجق قاعدة شغالة. الفاصوليا لسه ما اتحطتش طبعا، بس الفراخ والسجق بخلطة الخضروات اللي فيها البصل والثوم والفلفل الرومي والتوابل شغالين مع الشوربة، بيستووا دلوقتي. بس أنا كنت قبلهم سبت الحكاية اتسبكت شوية مع الصلصة وبعدين ضفت الشوربة. أنا سايبهم بقى دلوقتي كده. دلوقتي هنعبي بقى في الكيس بتاع الحلواني. عندي الكريم شانتيه، وانا حطيته الحقيقه في الثلاجه حبه كويسين عشان يمسك نفسه، وخصوصا لو درجه حراره المطبخ سخنه او احنا كمان داخلين على فصل الصيف، فمش عايزين الحاجه تسيح مننا. واول ما نعمل الصنف بتاعنا ندخل بيه على الثلاجه فورا لغايه ميعاد التقديم. ما تقلقوش الفراوله لا بتسود ولا بيجرى لها اي حاجه، ما تقلقوش خالص. انا اخترت في كيس الحلواني اللي معايا دلوقتي، اخترت من الاقماع اللي موجوده فيه قمع رفيع جدا اهو، علشان يساعدني في ان انا ادخل الكريمه في قلب الفراوله من جوه. هيبقى كده. اتمنى تكونوا حضراتكم شايفين معايا بقى التفاصيل كده كده. مثلا مش عايز تتقطع ليه؟ اوكي كده. وهاجي الاخر اروح عامل منظر كده، تمام كده.
زي ما حضراتكم شايفين اهو. فالفراولة اتحشت كريمة وطلعنا لها كده حلية من فوق كده. كده اهو. ونكمل كده. 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 دي وقعت نثبتها كده. ودي كمان عايزه تتثبت كده. تمام كده. ادي الفراوله اللي عندي. دلوقتي انا هغير القمع وعايز اركب قمع تاني بقى هعمل بيه الوردات داير مجهور. ده موضوع مش هيستغرق مني اكتر من دقيقه. اهو ركبنا القمع التاني بتاع الوردات ونحط نزود كريمه هنا كده. اهو. ونبدا نعمل الوردات بتاعتنا اللي هنزين بيها الطبق كده. كده. و كده اكون انتهيت من الطبق بتاعي. والطرابيش اللي انا شلتها دي ممكن ازين بيها الطبق وهوري حضراتكم ازاي، بس عايز استغل الدقيقه اللي فاضله في ان احنا نحط الفاصوليا البيضه على الصنف الرئيسي بتاعنا كده. هنزل بالفاصوليا البيضة اهي، وزي ما اتفقنا هي كانت منقوعة ساعة وبعدين اتسلقت قوي، فهي بس هتاخد طعم الحاجة كده. نقلب تقليبة حلوة وهنسيبها على النار يعني من 3 لـ5 دقايق بالظبط. تعالوا حالا دلوقتي مع بعض نشوف الاطباق بتاعتنا في شكلها النهائي هتبقى عامله ازاي. وده الشكل النهائي للصنف بتاعنا النهارده، الفاصوليا بالفراخ والسجق او الفراخ بالفاصوليا والسجق زي ما حضراتكم شايفين كده، وشويه السائل المتبقيين يعني قليلين جدا لان طبعا فاصوليا وبقيه المكونات شربت السائل. وبالنسبه لصنف الفراوله المحشيه كريمه النهارده معانا فاضل لها تفصيله واحده، ان صوص الفراوله بدل ما تشتروه جاهز وتدفعوا فيه قد كده من الماركت، مربه الفراوله اللايت طبعا لان انا في سوبر هاتريك هناخد 3 معالق بس ما فيهمش يعني حبوب فراوله او حبات فراوله سليمه، ما فيهوش قطع فاكهه يعني، تكون مربى بس، تتسيب في شويه ميه في طاسه كده وبعدين نسيبها تهدى فتعمل صوص. هننزل بالصوص ده على الفراوله والكريمه كده، نعمل قاعده كده من الصوص عشان تبقى ايه تفاصيل الوصفه كلها. تمام. واقدر انزل كده على الفراوله والكريمه اللي عندي كده. وبكده تكون اكتملت وصفاتي النهارده. اقول لكم الف هنا والف شفا وعلى وعد ان شاء الله بلقاء قادم واربع اهداف جديده ووصفات اصح، الذ، اوفر، اسرع في سوبر هاتريك. سلام.